اهم المنتجات الموجوده في شركه ماي باك عندك ايه؟ انا عندي ورق الفويل ده اساسي اللي هو الاستخدام المنزلي استخدام مطاعم، عندي برضو الاستريتش اللي بيغلف فيه برضو الاكل، عندي الفويل بقى التقيل السمكات التقيله بنستخدمها كفويل لغطا البوتاجاز للبوتاجاز حمايه للبوتاجاز تمام، وعندنا برضو ورق الزبده ده استخدامه المطابخ والمطاعم في استخدام الحلويات. يعني المنتجات الموجوده عند حضرتك ده في ورق الشاشه انا الزبده شايف ده الرول اللي هو بتاع كريستال فويل. ده رول ورق الزبده ورق الزبده تمام. طيب خليني اسالك بالنسبه للفويل التقيل، اي هل بيكون استخدام الاثنين للاغراض المنزليه؟ يعني انا دلوقتي لو جبت فويل بتاع الاكل خلاص اللي هو تمام. بتاع غطيه البوتاجاز واستخدمته في الاكل، هل هيتعارض معايا؟ يعني هل بيبقى المشكله في الكثافه بس ولا بيبقى في نسبه سميه مختلفه ما بين الاثنين؟ لا لا، هو طبعا فويل الاكل ده غذائي وصحي ما فيهوش تمام. اي انا حاجه. بتكلم على التاني. التاني الميزه فيه ان هو اتقل شويه في السماكه، هو سمكه تقيل شويه انما ما بيبقاش فبيستحمل. فيه نسبه سموم لا لا لا، ما فيهوش نسبه سموم خالص. خالص. لا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نبعد عن اي حاجه ضاره بالصحه او بالبيئه.